طيب يبقى السكشن هتدعمك كاردوينو تمام مع التعاملات مع السنسورز وقصه من دي، وهتاخد بي اي دي هنا، وفي نفس الوقت هتعمل لها امبلمنت بالاردوينو. كل ده ليه؟ عشان سيادتك هندخل مسابقه، المسابقه دي هتبقى عباره عن لاين فولور تمام كده. فمن دلوقتي تبداوا تقسموا نفسكم تيمات تمام، كل تيم الماكس بتاعه عباره عن 10، بحيث ان في النهايه خالص انت هتشتغل دلوقتي بارل، بحيث ان احنا هنخش مسابقه اللاين فولور. عارفين اللاين فولور؟ لا مش عارفين. اللاين فولور ده عباره عن احنا بنرسم تراك تمام، التراك ده بخط اللون الاسود على حاجه بيضاء، يعني زي مثلا ده السبوره اهي، فانا برسم لك تراك بالشكل ده كده اهو، اي تراك على حسب بقى احنا هنرسمه، انا يعني هرسمه لكم واظبطه لكم يعني. واللاين فولور وظيفته ان انت بتعمل روبوت صغير كده تمام، المفروض يبدا يمشي على مين؟ على التراك بتاعك بدون ما يخرج من المسار بتاعه، لانه لو خرج من المسار بتاعه خلاص كل سنه وانت طيب مش هيرجع تاني المسار. فانت ده لون اسود، خط اسود، طبعا هندي لك كل التفاصيل، عرض الخط ده كام سنتي بالظبط، ويبدا انت تشتغل وتبدا تجيب الاي ار سنسور بحيث ان انت تبدا تفرق ما بين هو ده اسود ولا ابيض تمام، بحيث ان انت لما تيجي تمشي تمشي مباشره على الاسود، ما تقعدش. طبعا البي اي دي وظيفته بقى، البي اي دي ايه؟ لو واحد مش شغال بالبي اي دي هتلاقي الروبوت بتاعه ماشي كده، قاعد ماشي على ماشي على الخط الاسود مظبوط تمام بالاي ار سنسور، بس ماشي مين؟ بيعمل شاترنج، بيعمل ريبل بالشكل ده كده، تلاقيه ماشي عامل كده تمام كده على الخط الاسود. انما انت كبي اي دي كنترول المفروض تمشي مين؟ كده. وصلت كده؟ ما يبقاش فيه الريبل اللي موجوده دي. وصلت؟ وصلت ولا ما وصلتش؟ انتوا مالكم مخضوضين ليه كده؟ خلاص؟ اتفقنا؟ اتفقنا ولا ما اتفقناش؟ بس يبقى هي دي المسابقه. الناس بقى لما تيجي تقسم بقى نفسها تيمات، الناس اللي عندها باك جراوند كده تمام، تحط نفسها كده في تيم كده اللي عندها باك جراوند، وكلهم ما يخشوش نفس التيم، كل واحد منهم يروح يكون تيم لوحده. وصلت؟ تقول ايه تاني؟ عادي كله هيقول مش عندي باك جراوند وانا ما اعرفش حاجه وكلهم معاكين اصلا قدامها بعض. هو الهدف على فكره، على فكره مش حلو ان كل الناس اللي هي عاليه تتحط في نفس التيم، لان كده كده ما استفادش اي حاجه ولا فاد اي حد. فالناس اللي هي امكانياتها عاليه وقصه من دي، حاجه من اتنين، لما يتحطوا نفسهم في نفس التيم هتلاقي كله رمى الشغل بتاعه على واحد بس، ان هو ضامن ان هو اللي هيشتغل تمام، وبالتالي هو ما دخلش دماغه اي حاجه ولا حاول ان هو يفكر يحل اي حاجه. انما لو انا شاطر فهكون لنفسي تيم صغير وقصه من دي، ونبدا احنا كلنا مع بعض كده، يعني كل واحد يشتغل بتيم وينافس التاني اللي هو زميله الشاطر. يعني انا مثلا سي وليكن انا عندي باك جراوند وعندي خلفيه حلوه، وزميلي ده عنده خلفيه برضه حلو، بس انا في تيم وهو في تيم، يبقى وقتها كل واحد بيطلع اعلى اللي عنده. ليه؟ لان كل واحد عايز ينافس التاني اللي هو عارف ان امكانياته عاليه زيه. وصلت؟ انما لما يكون كل الناس الشاطره كلها او الناس اللي عندها باك جراوند بالشغل العملي والقصه من دي يتحطوا نفسهم في تيم، فهيعملوا شغل اي كلام. ليه؟ لان هو ضامن ان كل التيمات اصلا ضعيفه جدا، فمهما وصلوا مش هيقدروا يوصلوا لمين؟ لاقل فكره هم هيعملوها، وده طبعا غلط، ما اتعلمتش انت اي حاجه. وصلت؟ لان طالما في منافسين ومنافسين اقوياء، هتلاقيك انت قاعد بتطلع اقوى حاجه عندك، وهو في نفس الوقت عايز يطلع برضو اقوى حاجه عنده، فتلاقي كل واحد قاعد بيحل المشاكل وعايز يوصل لاحسن طريق، لان انت التراك انت عايز منه ان هو ما يخرجش عن التراك، استابيليتي بتاعته عاليه وفي نفس الوقت في اقل وقت. وصل كده؟ يعني سرعته هيخلص التراك ده في سرعه وقت قد ايه؟ وفي نفس الوقت ما يخرجش عن التراك، يبقى انت بتلعب في سرعه وفي نفس الوقت ما تخرجش عن التراك، وده حاجه صعبه. وصلت؟ فعشان تعمل القصه دي ان انت يبقى عندك سرعه والاستابيليتي بتاعتك عاليه وما تخرجش عن التراك، يبقى انت محتاج بيرفورمانس عالي قوي، فاضطر ان انت تبذل حاجات كتير. انما ممكن امشي على التراك بس اخد وقت طويل جدا. طب تعالى زود السرعه كده عندك، زود سرعه المواتير، هتلاقي الريفرنس او الريسبونس بتاع السنسورز بتاعتك تبقى بطيئه على ما تروح للكنترولر، فعلى ما تروح للكنترولر بتاعك سي مثلا كان هنا، فعلى ما تروح للكنترولر بتاعك بدل على ما الكنترولر يقول لك لف يمين هتلاقي مين؟
خلاص الراجل عد اصلا المسار، وطالما خرج على المسار عمره ما هيرجع فيه غير لو رجع بالصدفه اصلا، وصل كده ان هو قابله حاجه سودة تاني او مسار تاني فبدا يشتغل فيه، وطبعا ده غلط برضه. فاهمين قصدي؟ فالناس اللي هي الشاطره كل واحد يكون له تيم لوحده ملوش علاقه بالتاني، وتخشوا كلكم منافسين لبعض. فيها مشكله؟ محدش يضرب التاني. يبقى ده اللي هنعمله. خلاص؟ طيب. في هاكاثون هيتعمل المفروض يعني هنعمله الاسبوع الجاي. نبدا الاسبوع الجاي بس لسه هاخد منه الكونفيرميشن بس من العميد النهارده يعني. فممكن الناس تقدم في الهاكاثون يعني وتتقابل او ما تتقابلش على حسب الحاجه. حد حضر الهاكاثون اللي فات؟ حلو. طب ما انت هو شغال يعني بقى عندك باك جراوند يعني لحد ما هو. يلا نبدا بقى الشغل بتاعنا الاصلي. طبعا المسابقات ده هيبقى عليها جوائز. تمام؟ يعني مش مجرد هتاخد شهادات من الكلية، وفي نفس الوقت عليها جوائز للمراكز بقى اللي هم الثلاثة الأول والثاني والثالث. تعال نبدأ بقى نشتغل بقى نشوف الدنيا تمشي ازاي. نبدأ بقى بأول حاجة يعني ايه كنترولر؟ حد عارف يعني ايه كنترولر الأول؟ نظام الدرجات ايه؟ يعجبني فيك إن أنت بتتارجت الحاجات اللي أنت عايزها أصلا بس. المادة 125 صح؟ 90 منهم فاينل. و35 منهم اللي هم اعمال سنه بيتقسموا ل 20 متر و15 اللي هو اورال او عملي. ال 15 متر دول كده كده رايحين المسابقه، وال 20 متر دول امتحان المتر. بس لو عجبتوني هنا هظبط لكم دي، وبالتالي هتظبط لكم دي. دي باظت فدي باظت فالتسعين باظت اصلا. وصلت؟ بس يعني اعتبر ان البراكتيكال وشغل البراكتيكال، بص انا بتاع انا راجل بتاع عملي ماليش علاقه بالنظري، ما بحبش النظري اصلا. فالبراكتيكال هي اللي بتظبط الباقي. لو انت هنا واقع قوي فلو انت عامل براكتيكال حلو هظبط لك دي حلو قوي، كان دي ما كانتش موجوده اصلا، وفي نفس الوقت انتوا كتوتال هتلاقي دي حلو. دي باظت فدي هتاخد اللي انت جبتها بس دي نفسها باظت. خلاص يبقى ده الدرجات. عرفت؟ بس يعني ايه بقى كنترولر؟ يعني ايه كنترول سيستم؟ يعني ايه كنترول سيست؟ ماشي. مكونات الكنترول سيستم عندي بروسيس اهي، بغض النظر البروسيس ده عباره عن ايه، عايز اتحكم فيها. سيب التكويد، اللوجيك بتاعها ازاي؟ يعني زي مثلا تخيلي في تكييف هنا وعايز اعمل كنترول عليه. مثلا قولي كملي. يعني مثلا لو انا عايز اعمل مثلا كنترول عليه مثلا بيبقى عندي مثلا سنسور، لو ضربت مثلا ماشي، لو مثلا ضربت الحراره. السنسور ده في الناس بتوع النظر بتوع الكنترول بيسموه ايه؟ فيدباك. لو انا مثلا دخلت درجه حراره اقل من درجه مثلا اللي انا عاوزاها، يا اما مثلا بيوقف البرد او مثلا بيشغله. طيب هل انا بتحكم في التكييف نفسه؟ بتحكم في التكييف نفسه ولا بتحكم في حاجه جوه التكييف؟ لا بتحكم في حاجه جوه التكييف. حاجه جوه التكييف اللي هي ايه؟ المبرد بتاعه. وبالتالي في اي كنترول سيستم هو عباره عن اداه الكنترولر اهو، وفي
وفي عندي حاجه اسمها الاكشويتور، هي الحاجات اللي انا بتحكم فيها جوه البروسيس نفسها. يعني عايز اتحكم في المروحه دي فما بتحكمش في المروحه كتوتال، ده في الموتور بتاع المروحه. عايز اتحكم في التكييف فبتحكم في المبرد بتاع التكييف. عايز اتحكم في الاله دي يبقى بتحكم في الحاجات الاكشويتور بتاعتها، اللي هي الحاجات المتحركه اللي انا اصلا اقدر اعمل كنترول عليها. وصل كده؟ فيبقى في عندك هنا اكشويتور، وبعد الاكشويتور تبدا الاكشويتور ده تتحكم بقى في البروسيس عموما بقى كلها على بعضها، اللي انا بنسميها البلانت او بنسميها البروسيس. فادي البروسيس، والبروسيس تروح تطلع لك الاكشوال اوتبوت، فده الاوتبوت بتاعك الاكشوال اللي طلع. طب وبعدين بدخل الانبوتس هنا مباشره للكنترولر، فلو انا دخلت الانبوت مباشره للكنترولر بالشكل ده كده فده بنسميه اوبن لوب سيستم. اوبن لوب سيستم يعني معناها ان انا ما اعرفش اي حاجه عن الاوتبوت بتاع السيستم، هل الاوتبوت وصل للسيت بوينت بتاعتي او الريفرنس اللي انا عايزها ولا لا، ما اعرفش، ما فيش عندي حاجه اسمها تقول لي كده. بس ده طبعا ما يبقاش كنترولر، لان انت ان كنترول عليه، لانك ما انتش عارف الاوتبوت وصل للي انت عايزه ولا لا. طب بعمل ايه؟ عشان التكييف يوصل درجه الحراره لسي درجه حراره 25، يبقى انا عشان اعرف اذا كان درجه الحراره وصلت 25 ولا لا لازم اجيب سنسور يقيس الحراره الفعليه بتاعه المكان ده، وبالتالي فيروح يقيس للاوتبوت بتاع البروسيس بتاعته اللي هو درجه الحراره الفعليه اللي وصل لها كام. يبقى ده بنسميها الفيدباك، ودايما الفيدباك هي عباره عن سنسورز، لان السنسورز هي اللي بترجع لك بمين؟ بالريسبونس بتاع الاوتبوت بتاع السيستم بتاعك، يبقى ده اسمه فيدباك. وصل كده؟ اشاره الفيدباك دي بنروح نقارنها بقيمه السيت بوينت اللي انت كنت عايزها، فبقارنها هنا عن طريق الايرور ديتكتور بالشكل ده كده. فيبقى هنا اللي داخل هنا بنسميه لا اما ريفرنس انبوت لا اما ساعات بنسميه السيت بوينت. يبقى السيت بوينت بتاعتي هي عباره عن مين؟ الريفرنس انبوت بتاعي. اقارنها باللي جاي من الفيدباك بتاعتك، يبقى بقارن ده ناقص ده. والايرور ديتكتور يطلع لك اشاره الايرور، يبقى ده الايرور سيجنال بتاعتك. الايرور سيجنال تروح للكنترولر عشان يروح يطلع الكنترول سيجنال. والكنترول سيجنال تروح تتحكم في الاكشويتور بتاعك اللي هي بتاعت البروسيس عشان تروح تطلع البروسيس فاليو. اللي هو الخارج بتاع البروسيس. يبقى في عندك سيت بوينت داخل بتاعك اللي هو الريفرنس انبوت بتاعك اللي انت عايزه، عايز درجه الحراره تبقى 20، يبقى ببعت للتكييف بتاعي درجه حراره 25، عايز درجه الحراره 25. فالتكييف ايه اللي يحصل فيه؟ فالسنسور ده قاري درجه الحراره الفعليه بتاعت المكان، فسي درجه الحراره بتاع الفعليه بتاع المكان كانت 35 درجه، ده اللي هي الفعليه الحاليه. يقارن ال 35 بالقيمه اللي انا عايزها اللي هي ال 25، يطلع اشاره الايرور يبعت للكنترولر، الكنترولر يعرف نفسه ان هو عايز يبرد المكان، لان في فرق مين؟ ال 10 درجات اللي موجودين دول. فالكنترولر يبعت اشاره المبرد يشتغل عشان يبرد، فالقيمه فالمبرد يشتغل، فاصبح مين؟ الاوتبوت بتاعك فيه تبريد، فاصبح السنسور بتاعك يقيس درجه الحراره بقى الجديده بعد ما تبرد شويه. يشوفها كام بدل 35 فاصبحت سي وليكن 32، وتتقارن بالسيت بوينت اللي انت كنت باعتها، لسه وصلت ولا لا؟ لو وصلت يبقى ده معناها حاله اسمها حاله ساتوريشن، ان انا وصلت ان السيت بوينت سوت البروسيس فاليو، فالايرور اصبح بكام؟ اصبح بزيرو، يبقى دي حاله ساتوريشن. وصل كده؟ طب طول ما انا ما وصلتش لحاله الساتوريشن وكان في علاقه ما بين الاوتبوت بتاعك اللي هي البروسيس فاليو ما بين السيت بوينت وكان في لسه ديفرنت ما بينهم، تمام، بنسميه حاجه اسمها الاوفست. فالايرور ده بنسميه الاوفست، خلي بالكم من المصطلحات دي، تمام. فالاوفست هو الايرور، هو العلاقه او الفرق ما بين السيت بوينت والبروسيس فاليو اللي هو الاوتبوت بتاعك. وصل كده؟ طالما في اوفست، في ايرور موجود عندك، يبقى معناه ان الكنترولر ده هيطلع اشاره كنترول سيجنال عشان يبرد. طيب يقعد يشتغل القصه دي تشتغل لحد ما السيت بوينت تساوي البروسيس فاليو اللي موجوده هنا، فالاوفست يوصل لزيرو، فوقتها الكنترولر بتاعك يوصل لحاله ساتوريشن، يطلع لك نفس السيجنالز القديمه اللي وصلتك للاوفست بتاعك، لانه بقى اصبح في حاله مين؟ ساتوريشن. وصلت كده؟ فيها مشكله؟ لحد ما يحصل بقى اي ديستربنس تاني، تمام، يبدا التكييف يرجع تاني مين؟ المبرد يرجع تاني يشتغل. يعني لو دخل ناس كتير قوي، فاول ما الناس تدخل الكتيره درجه الحراره بتاعتنا بتبدا تعلى شويه، صح كده؟ يحصل مين؟
يبقى في عندك اوفست. ليه؟ لان السنسور بتاعك قرر ان درجه الحراره بتاعتك علت عن القيمه اللي هي السيت بوينت بتاعتك، فاصبح في اوفست، فالكنترولر يبدا تاني مين؟ يبدا يشتغل تاني. وصل كده؟ طيب، وبالتالي فانت كل اللي عليك، لو انا هدي مثال بقى على الشكل ده كده، تعال نشيل ده كده بقى خلاص. لو انا سي هدي مثال مثلا بخزانات الميه والقصه من دي، فسي مثلا هعمل بالشكل ده كده. لو انا عندي تانك بالشكل ده كده، وعندك ده في مثلا وليكن 2، وده وليكن في 1، وده بينزل المايه بتاعتك بالشكل ده في التانك ده، وانا عندي السيت بوينت بتاعتي ان انا عايز احافظ على ان ارتفاع المايه داخل الخزان ده عند الليفل ده، فده السيت بوينت بتاعتي. وصل كده؟ والمفروض يبقى المايه بتاعتك عند هنا. طب هتعمل ايه؟ قال لي المايه بتاعتي بالشكل ده كده اهي عادي خالص، والمفروض السيت بوينت بتاعتي تبقى كده. طب هتعمل ايه؟ قال لي كل اللي عليا ان انا محتاج سنسور يبدا يقول لي ارتفاع الميه فين، صح كده؟ فيروح يجيب حاجه اسمها فلوت، حاجه عوامه كده تبقى قايمه على الميه، بحيث هي اللي تدي له الاشاره اول ما توصل لمين؟ للقيمه اللي هنا. فسي الميه بتاعتك بالشكل ده كده، ده الميه بتاعتك اهي، والفلوت بتاعتك هنا بالشكل ده كده. وعندك في واحد ده السورس، وفي 2 ده الديستنيشن اللي انت بتاخد منه، تمام؟ وانت المفروض كل اللي عليك ان انت عايز تحافظ على ارتفاع الميه داخل الخزان يفضل على طول هنا، لا يقل ولا يزيد. وصل كده؟ لو ارتفاع الميه بالشكل ده كده، الاوفست هنا قيمته كام؟ الاوفست قيمته كام؟ زيرو. ليه زيرو؟ لان السيت بوينت بتاعتك اللي هي دي سوت مين؟ الاوبوت بتاعك اللي هي البروسيس فاليو، ارتفاع الميه عند السيت بوينت بتاعك، فالاوبوت بتاعك عند ارتفاع الميه يبقى سوى البي في. طب تعالى كده، لو الميه بتاعتك ما كانتش هنا، لو حصل اي ديستربنس للفي 1 والفي 2، يعني ايه حصل اي ديستربنس للفي 1 والفي 2؟ يعني في 1 بدل ما كنت بقول له كاشاره كنترول افتح وليكن 3 ارباع مثلا فاتحه، لا زود شويه، بدل ما كانت 75% بقت 80%، اي ديستربنس حصل لها. وصلت كده؟ او في 2 نفسها، بدل ما في 2 اقول له وليكن افتح لمده مثلا افتح 70% منك، لا فتح 80% او فتح 60%، فحصل ديستربنس نتيجه اي ايرور. ممكن يبقى ايرور ميكانيكال، ان الفالف ده الاشاره السيجنال اللي راحت له ما قدرتش ان هي تحوله لانه كان في ميكانيكال صدى او اي حاجه من القصه دي، ففالف واحد ما فتحش نفس اللي انا عايزها بالظبط، ففي ديستربنس موجود. وحصل نتيجه الديستربنس دي ان الميه بدل ما كانت المفروض تبقى عند السيت بوينت بتاعتك، الميه بتاعتك اصبحت بالشكل ده كده. وقتها الاوفست بقى قيمه موجبه ولا قيمه سالبه؟ موجب ولا سالب؟ يبقى موجب ولا سالب؟ سالب. موجب؟ انا بقول سالب. فالاوفست بتاعك اصبح قيمه نيجاتيف. ليه قيمه نيجاتيف؟ هو الاوفست بتاعك عباره عن ايه؟ السيت بوينت ناقص البروسيس فاليو ناقص الاكشوال اوتبوت بتاعك. فالسيت بوينت اهو ناقص الاكشوال اوتبوت هو اللي فوقي، يبقى ده ناقص ده يبقى اشاره مين؟ اشاره نيجاتيف. فالاوفست بتاعك اصبحت باشاره نيجاتيف، وبالتالي فمحتاجه كنترولر. الكنترولر ده لازم يروح يعمل كنترول يا اما على في 1 يا اما على مين؟ على في 2، واحد منهم على حسب انت عامل الكنترول على ايه. لو انت عامل الكنترولر ان هو بيتحكم في في 1، ركز كده معايا، لو انت عامل الكنترولر بتاعك ان هو يتحكم في في 1، فوقتها محتاج في 1 يتقفل شويه ولا يتفتح شويه؟ يتقفل شويه. وصل كده؟ طيب افرض الديستربنس بتاعتك كانت الديستربنس ان ارتفاع الميه هنا داخل الخزان كانت اصبح بالشكل ده كده، يبقى وقتها ان السيت بوينت بتاعتك كانت اكبر ولا اصغر؟
اكبر من البي في، وقتها الاوفست بتاعك في الحاله دي كان الاوفست اصبح مين؟ اصبح قيمه موجبه، صح كده؟ فوقتها محتاج ان الكنترولر بتاعك يفتح في واحد ولا يقفل شويه في في واحد؟ يفتح اكتر في واحد. وصل كده؟ طيب واحد يقول لي طب ما في في 2 وفي في واحد، صح؟ هل انت تقدر تعمل كنترولر على في واحد وفي نفس الوقت كنترولر على في 2؟ ينفع؟ ينفع صح؟ ينفع؟ لا ليه؟ ملهاش لازم. ينفع؟ ينفع. حد تاني؟ انا بقول لا. المثال البلدي يقول لك مركب بريسين بتغرق، صح؟ وهم دول الريسين، فانت عامل 2 كنترول، ما الكنترول ده ريس، صح؟ ففي ريس هنا وفي مين؟ ريس هنا. لا، ما هو لو انت هتعمل كنترولر هنا وكنترولر هنا ما ينفعش تثبت واحد وتكنترول على التاني. دايما لما يبقى في عندك اكتر من بارامتر والبارامتر ده انا اقدر اتحكم فيها، يبقى بثبت واحد فيهم والتاني هو اللي انا بكنترول عليه واغير عليه. وصلت؟ هتقابلنا قدام في الادفانسد شويه تلاقي مشاكل الدنيا بسبب القصه دي. قول. لا في دقه طبعا. ما انا هكنترول، انت على حسب انت بتكنترول على مين؟ مثبت مين؟ ده خلاص ماليش علاقه بيه، مثبته. نيجي على الفي واحد، في واحد يبقى انا كنترول عليه. الفي واحد ده نفذ الاشاره بتاعتي مظبوط، خلاص تمام. طب حصل فيه ديستربنس، الكنترولر هيحلها لك. وصلت؟ ماليش علاقه بفي 2 دلوقتي، الفي 2 انا مثبتها بارامتر. ده لو حتى في 2 سحبت اكتر فانا كنترول على في واحد اقفل عليها وافتح عليها براحتي. وصلت؟ يعني ايه؟ يعني في 2 مثلا انا كنت فارض ان هي مفتوحه سي وليكن 60% من فتحه مين؟ من فتحه الفالف. 60% يعني في سرعه للفلو، في كميه فلو في الثانيه هتخرج من الفي 2 بيزد على كام؟ على 60% اللي انت فتحتها، صح كده؟ وانا كنترول على مين؟ على في واحد، بتحكم كنترولر هنا. فرضنا في ديستربنس حصل على في 2، الراجل ده انا كنت ظابطه على كام؟ 60%. فرضنا بعد وليكن سي وليكن شهر ال 60% دي حاجه من 2، لا قلت لا زادت. نفرض اي حاجه زادت سي وليكن بقت 70%، حصل تاكل في الفالف، الفالف بدل ما كان بيطلع 60% بقى طلع كام؟ بقى مفتوح كانه بيطلع مفتوح 70%، فنسبه الفلو بقت اسرع من مين؟ من القديمه، صح كده؟ وانا عايز احافظ على ارتفاع الميه يبقى مين؟ يبقى هنا. وقتها تعمل ايه؟ هتزود في الفتحه بتاع الفي واحد. وصلت؟ فانا كنترول على ده برضه. لو عملت كنترول على الاثنين الريسبونس هيبقى اسرع. لا طبعا. يعني مثلا لما اجي اقلل افتح دي وقت دي. لا، وسيب دي لقدام لان ده حلها قدام، اللي هو هثبت لك ان هنا وهنا البروسيس ابطا مش اسرع. وصلت؟ ودي هتظهر قدام لما نيجي نشرح قدام بقى في الكاسكيدت، لان انت دخلت كاسكيدت وكاسكيدت لها رولز عشان تقول لي اسرع ولا ابطا، فسيب دي حلها قدام. حد عنده اي مشكله؟ تمام. يبقى ده اللي هي القصه بتاعت البروسيس دي. تشوف بقى انواع الكنترولر بقى اللي هي الكلاسيك كنترول اللي احنا ممكن نبدا نشتغل عليها. الاندستريال كنترول في عندي اكتر من اندستريال كنترول، حاجات اللي موجوده في الصناعه والكنترولرز اللي موجوده في الصناعه في كذا نوع. في حاجه اسمها اون اوف، اون اوف كنترولر. رقم 2 في ممكن يبقى في حاجه اسمها بي كنترول. رقم 3 في حاجه اسمها البي اي كنترولر. رقم 4 في حاجه اسمها البي اي دي كنترولر.
ده بيعمل حاجه وله مشاكل، ده بيعمل حاجه برده وله مشاكل، ده بيعمل حاجه وده برده بيعمل حاجه وله مشاكل، وهنشوف كل واحد بالتفصيل اصلا هيبقى عباره عن ايه. دول كده الكلاسيكال كنترول اللي موجود في معظم الاندستريال كنترول. وصل كده؟ زاد بقى عليهم اللي هو رقم 5، زاد بقى المجال بتاع الارتفيشال انتليجنس وشغل الادابتف كنترول وشغل الاوبتيمال كنترول فبقى في عندك حاجه اسمها اوبتيمال كنترول، حاجه اسمها ادابتف كنترول، حاجه اسمها شغل الاي اي بقى بكل حاجه. وصل كده؟ بس الاندستريال اللي موجودين ستيل موجود لحد الان هم عباره عن مين؟ اللي هم دول اللي تلاقيهم موجودين في اي مصنع موجود. تلاقي كل الشغل بتاعك بي اي كنترولر او بي اي دي كنترولر او اون اوف اللي هو العادي الخالص اللي هو القديم الاول. تمام؟ انما دول الحاجات الجديده اللي بتخش على البي اي عشان تظبطها. يعني ايه؟ يعني زي مثلا تلاقي الاوبتيمال والادابتف كنترول وظيفته يروح يختار لك البارامتر بتاع البي اي دي كنترولر او البي اي كنترولر، اختارها بالظبط ايه؟ وصلت؟ ان هو بدل ما كان مختار قيمه الكيهات بتاعت البي اي دي قدام شويه هنشوفها، تمام؟ لا مش هو اللي يختارها، ده في كنترولر تاني هو اللي بيسلكت قيمه ده تبقى كام عشان الاوتبوت يطلع زي ما انا عايز. وصلت كده؟ تمام؟ فاحنا كل الشغل بتاعنا هنشتغل على دول. بالادفانسد بتاعته. تمام؟ تعال نبدا بقى نشوف الاون اوف ده شكله ايه؟ يعني ايه اون اوف كنترولر؟ هو من اسمه اون اوف، يعني معناها ان الكنترولر بتاعك بالشكل ده كده. دخل الكنترولر بتاعك هو عباره عن ايه؟ الايرور، فهذا الايرور. والاون اوف بيقول لك لو الايرور بتاعك اكبر من الصفر فالاون اوف بتاعك الكنترولر هيطلع لك اشاره اسمها يو 1، ولو كان الايرور بتاعك اصغر من الصفر فاشاره الكنترولر بتاعك هيطلع لك يو 2. بغض النظر بقى يو 2 دي كانت بصفر ولا كانت بنيجاتيف يو 1 ولا كانت بكومة تانية. يعني ممكن الاون اوف ده يبقى اكتر من حاجه، ممكن اليو 2 تساوي صفر وممكن اليو 2 تساوي نيجاتيف اليو 1 وممكن اليو 2 تساوي اي قيمه تانية. فلو اليو 2 بيتساوي صفر فالاون اوف بتاعك هيشتغل بالشكل ده كده، ادي اليو 1 وادي الاشاره بتاعتك اللي هي الصفر، يعني معناها اشاره الكنترول سيجنال اللي هو السيستم بتاعك اهو داخل له السيت بوينت بتاعك، وادي اشاره الكنترولر بتاعتك بالشكل ده كده اهو اون اوف، ادي اليو 1 وادي اليو 2 بغض النظر اليو 2 اصلا قيمتها بكام، وداخله على البروسيس بتاعتك والاكشويتور بتاعك بالشكل ده كده، والفيدباك اللي راجع لك بالشكل ده كده. فاللي داخل الكنترولر بتاعك هي اشاره الايرور، واللي خارج منها اشاره اليو، اشاره الكنترولر نفسها قيمتها يو. ففي الحالة دي إشارة الكنترولر بتاعتك اللي هي اليو أصلا هيبقى قيمتها إيه؟ هتبقى اليو بتاعتك بتساوي حاجتين، لا إما يو 1 لا إما كام؟ لا إما صفر. إمتى يو 1؟ لو الإيرور بتاعك أكبر من أو بيساوي صفر. وإمتى بزيرو؟ لو الإيرور بتاعك أصغر من الصفر. صح كده؟ يبقى لو الايرور بتاعك كان اكبر من الصفر هيطلع لك يو 1، لو الايرور بتاعك اصغر من صفر هيطلع لك قيمه مين؟ يو 2. بس في الحاله دي يو 2 كانت بصفر. والحاله الثانيه دي معناها ان اليو اللي هي اشاره الكنترولر ده حاجه من اثنين، لا اما يو 1 يا اما نيجاتيف اليو 1 اللي هي قيمه اليو 2. صح كده؟ فالايرور بتاعك في حاله اكبر من او بيساوي الصفر بتطلع يو 1، في حاله الايرور بتاعك اصغر من او بيساوي الصفر طبعا شيل اليساوي دي لان اليساوي دي بتبقى ساتوريشن اصلا. تمام كده؟ في حاله الايرور بتاعك اصغر من الصفر هيطلع مين؟ نيجاتيف يو 1، وهكذا بقى لو كانت قيمه مختلفه. فاهم مشكله؟ فهتلاقي الكنترولر بتاعك ما بيطلعش غير مين؟ غير مين؟ اشارتين اتنين بس. وصل كده؟ لا يو 1 لا يو 2، في حاجه في النص؟ مفيش حاجة في النص، مفيش قيم تانية الكنترولر بيطلعها لك. لا أبيض لا أسود، لا آه لا لا.
فكانها عامله بالظبط زي كانك عندك سويتش كده وعلى الليد بتاعتك دي قاعد شغلها اطفيها شغلها اطفيها، طلع اشاره ما تطلعش اشاره، طلع اشاره ما تطلعش اشاره. يعني تخيل لو هي كانت كده، فانت بتقول له ايه؟ طلع اشاره كنترولر، لا اليو واحد قيمه ثابته تمام كده، لا خليها صفر، لا طلعها، لا خليها صفر، لا طلعها، لا خليها صفر، لا طلعها، لا خليها صفر. فده بيقابل لك حاجه بقى في الاوتبوت بتاع الكنترول. ايه اللي يحصل فيه لما تلاقي حاجه اشاره الكنترول ايه؟ فيكسد، اللي هي مين؟ لا 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 لا. فبيطلع لك حاجه اسمها الاوتبوت بتاعك بتلاقيه ماشي عامل بالشكل ده كده، لا 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 كده بالشكل ده كده. فيحصل حاجه اسمها الشاترينج. ايه الشاترينج ده؟ الشاترينج ان يبقى في عندك ريبل في الاوتبوت بتاع السيستم بتاعك. هو اي نعم هيظبط السيستم بتاعك عند السيت بوينت، بس الكنترولر بتاعك عباره عن مين؟ ستيب. ستيب يعني ايه؟ يعني لا 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 بس، هو الاوتبوت بتاعه لا يو واحد لا صفر، لا يو واحد لا صفر، او لا يو واحد لا نيجاتيف يو واحد. فالفرق رينج الاوتبوت كنترولر بتاعك هو عباره عن ستيب على طول، اللي هو لا 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 لا، فيعمل لك حاجه اسمها شاترنج. الشاترنج دي بعد مده معينه تحرق لك البروسيس. الشاترنج دي بعد مده معينه مين؟ تحرق البروسيس. تخيل انت عندك مثلا الموتور ده، الموتور ده انت قاعد الكنترولر بتاعه بيقول له مين؟ يبعت له شارك كنترول سيجنال ويفصلها، فقاعد مين؟ وصل ويفصل، وصل يفصل، وصل يفصل، وصل يفصل، وصل يفصل. فبعد فتره معينه تلاقي الموتور ده اتحرق. وصلت؟ هو اي نعم هيوصل للسبيد، يعني لو انا عايز اوصل للسبيد بتاع الموتور ده بتاع المروحه ده لسرعه المروحه ثبتها عند سرعه معينه، فالكنترول اللي هو نف بيعمل ايه؟ اللي هو يشغلها ويفصلها، شغلها ويفصلها عشان يوصل لقيمه مين؟ ان الافريج بتاع السرعه بتاعته وصل للي انا عايزه. بس انت قاعد بتشغل وتفصل، شغل وتفصل، شغل وتفصل، يبقى معناها ان الموتور ده بعد فتره معينه هيحصل فيه ايه؟ هيتحرق. فالسيستم تمام وزي الفل، بس مين؟ بس في شاترنج. والشاترنج ده تحرق، والشاترنج ده نتيجته مين؟ ان الراجل بيفصل على طول، ما بيستناش ديلي للفصل. قال لك احنا ممكن نحل الشاترنج ده. يعني ايه حل الشاترنج ده؟ قال لك بدل ما تخليها ستيب كده مره واحده، يعني مجرد ما الايرور يقل عن الصفر تفصل على طول، لا ادي مهله شويه للكنترولر. طب هتعملوا ايه؟ قال لي هنعمل حاجه اسمها ساتوريشن. يبقى الاون اوف مشكلته شغل مين؟ الشاترنج، صح كده؟ طيب هحلها ازاي؟ قال لك بقى عشان تحلها سيب منطقه ما بين الفصل والفتح تبقى منطقه اسمها ديد زون، يعني ما تفصلش مره واحده، استنى عليه شويه وبعد كده مين؟ وبعد كده افصل. فبنسميها حاجه اسمها الهستيريسيس. الهستيريسيس لها اشكال، اشكالها ازاي؟ اشهر الاشكال بتاعتها اللي هي دي كده، ادي الايرور، ادي اشاره اليو اللي هو خارج الكنترولر، ادي اليو واحد وادي اليو اتنين، بغض النظر بقى كانت قيمتها بصفر او قيمتها كانت بنيجاتيف اليو واحد. طب هتعمل ايه؟ سي مثلا ده عشان تبقى الرسمه مظبوطه، ده عند قيمه وليكن اسمها ايه، وده عند قيمه نيجاتيف ايه. المفروض اشاره الكنترولر بتاعك اول ما الايرور يوصل لزيرو اكبر من الصفر ايه اللي يحصل؟ المفروض تبقى بيو واحد. قال لك لا انا هستنى شويه. طب امتى؟ قال لي لما توصل للايه. يعني كان عندك الرسمه بتاعتك حاجه من اتنين، لو كانت اشاره الايرور بتاعتك في الاصل كانت نيجاتيف تمام، والايرور بتاعك كان قاعد بيزيد في اتجاه الموجب، فاول ما يوصل لزيرو مش على طول هيروح لمين؟ لليو واحد، هيستنى فتره الاي دي وبعد كده يطلع يبقى يو واحد. فاصبح الاتجاه بتاعك بقى اتجاه كده، يطلع من هنا ما يطلعش من عند الزيرو.
فساب منطقة هنا ديد شوية، منطقة أخر المنطقة بتاعته. ولما الايرور بتاعك لو كان الايرور بالموجب والايرور جاي يقلب نيجاتيف، تمام، المفروض يعمل مين؟ يفصل مباشرة. قال لك لا هستنى شوية. يعني لو الايرور بتاعك كان بالموجب والايرور كان بيقل وهيقلب نيجاتيف كان المفروض ينزل على طول، صح كده؟ قال لك لا انا هفضل شوية ومش هنزل من عند الزيرو، امال هنزل من عند مين؟ نيجاتيف الايه. فاصبح في عندك رسمتين، رسمة اللي هي كده اهي، والرسمة التانية اللي هي عبارة عن مين؟ بالشكل ده كده. وصلت؟ على حسب فرق الايرور. لو كان فرق الايرور بتاعك بالموجب فالاتجاه بتاعك ده، اللي هو بمعنى اصح لو تفاضل الايرور بتاعك كان اكبر من الزيرو، يعني فرق الايرور بتاعك الاول عن الثاني، خلي بالكم التفاضل يعني مين؟ فرق دلتا، صح؟ مش تفاضل يعني دلتا. فلو الدلتا بتاعتك كانت اكبر من زيرو يبقى هو ماشي في الاتجاه ده كده. ولو التفاضل بتاعك اللي هو الايرور دوت بتاعتك كان اصغر من الصفر، يعني فرق الايرور بتاعك كان في اتجاه السالب، ايه اللي يحصل؟ فمش هينزل من عند الزيرو، امال هينزل من عند مين؟ من عند نيجاتيف ايه اللي موجوده دي. فكان المنطقه دي بنسميها منطقه هيستيريسيس. وصلت؟ فده حل الشاترنج، بس ستيل برضو الكنترولر ضعيف جدا. وصلت؟ على حسب انت اللي بتحددها بقى، حسب الشاترنج اللي موجود عندك، الرينج بتاعها انت اللي بتحدده، تمام؟ فانت بتحدد الهستيريسيس دي عرضها قد ايه. وصل كده؟ لان العرض ده ممكن يبطئ في الريسبونس، فانت بتظبطها بحيث تعالج الشاترنج وفي نفس الوقت الريسبونس بتاعك يبقى سريع ما يبطئش قوي. بينزل فجاه، ما هو الحد الان ستيل ان احنا اسمه مين؟ اون اوف. اون اوف يعني ايه؟ من الاون للاوف او من الاوف للاون. وصلت؟ ده احنا لسه في الاون اوف. حد عنده اي مشكله؟ تمام؟ يبقى ده اللي هو القصه بتاعت الاون اوف. طيب قال لي بقى في موديل بتاع السيستم بتاعك، عشان لما نيجي نعمل بقى كنترولر عليه بقى. طبعا الاون اوف ده مش هندي امثله عليه ولا هندي اي حاجه، لان هو كده كده اصلا بايظ. الشغل بتاعنا هيبدا من المحاضره الجايه اللي هو على البي او دي كنترولر دي، بس المعلومات بس تعرف يعني ايه اون اوف كنترولر بس، مش اكتر ولا اقل، ومشكلته الشاترنج. عشان احل الشاترنج يبقى بالهستيريسيس اللي موجود عندي. طيب الموديل بتاع السيستم عندي فيه كذا نوع. الموديل بتاع السيستم ممكن يبقى ستاتيك موديل، ممكن يبقى دايناميك. زمان الناس بيقول لك في كنترول 1 بيقول لك ان الاوتبوت بتاع السيستم بتاعك ده مع الزمن اهو، وده الاوتبوت بتاعك. كان زمان بيقول لك ان الستاندرد بتاعت السيستم او معظم السيستم بتاعتك في حاجه اسمها الاندر مين؟ اندر دامبد، صح؟ يعني ايه اندر دامبد؟ يعني الزيتا بتاعته، الزيتا دي اللي هي عباره عن ايه؟ دامبنج ريشيو. يعني ايه دامبنج ريشيو؟ بزنوكوا في حتت كده، يعني ايه دامبنج ريشيو؟ يعني ايه دامبنج ريشيو؟ طب سؤال تاني، اصل الاشارات ايه؟ يعني اشاره مثلا بتاع الموبايل مثلا اللي ماشيه في الهواء، اشاره الراديو اللي ماشيه في الهواء، اشاره اي اشاره ماشيه في الهواء دي رسمتها شكلها ايه؟ ساينوسويدال، اللي هي ساين وكوزاين، صح؟ فدي اصل الاشارات، صح؟ فساينوسويدال اهي، ده الاشارات اصلها ساينوسويدال، اشارات ساين وكوزاين. اشاره ساين وكوزاين ده تدخل على اي كنترول سيستم تحرقه، صح؟ صح ولا غلط؟ فانا محتاج اعمل لها ايه؟ اعمل لها دامبنج. دامبنج يعني ايه؟ اخمدها. اخمدها يعني البيك بتاعها ده يفضل يقل يقل لحد ما يبقاش في مين؟ الاوسيليشن اللي موجوده دي.
وبالتالي فانا محتاج ان دي تتحول لكده تتخمد على فتره من الزمن تبدا مين تتخم. هذا الدم الجريشو. وبالتالي فمعظم السيستم بتاعتك بتبقى بتاخد الاندر دامبد اللي هو سيستم تحت الخمد. ما ينفعش يبقى سيستم كريتيكال، ما ينفعش يبقى سيستم اللي هو الاوسيليتور العادي، لان سيستم اوسيليتور ده معناه مين؟ انستيبل اصلا، صح كده؟ معايا ولا مش معايا؟ لان تلاقي الموتور قاعد شغال يشتغل ويفصل يشتغل ويفصل يشتغل ويفصل، ما هو سينوسويدا اللي هو واخد اعلى بيك ينزل اقل بيك، واخد اعلى بيك ينزل اقل بيك، فقاعد شغال كده طالع نازل طالع نازل طالع نازل. وصل كده؟ تخيل موتور زي ده كده قاعد شغال، ما هو سينوسويدال يعني ايه؟ يعني ياخد اعلى سرعه وينزل لاقل سرعه تاني، صح؟ فتلاقي الموتور ده واخد اعلى سرعه وينزل اقل سرعه، ولو هي شغال موجب وسالب تلاقي الموتور يلف لقدام ويرجع لورا، قدام وورا، قدام وورا، طب انا عملت ايه؟ فاهمين قصدي؟ فمفيش حاجه اسمها كده. وبالتالي فانا لازم مين؟ اعمل دامبد للاشاره بتاعتك. فمعظم السيستم اللي موجوده عباره عن اندر دامبد، فبتشتغل بالشكل ده كده. وبعد كده بتستقر بعد ما يوصل للسيتلنج تايم اللي انتوا عارفين، صح؟ طبعا كل ده هنعمل عليه كنترولر. كنترولر الايه؟ ان الاوفر شوت بتاعتك ده انا محتاجها ان هي ما تزيدش زياده عن اللزوم، انا المفروض اكون اكسبت بيها. والوقت اللي خده السيستم عشان يطلع، خدتوا حاجه اسمها الرايزنج تايم، صح؟ رايزنج تايم ده يعني ايه؟ يعني ايه برضو رايزنج تايم؟ سيبكم من القوانين، يعني ايه رايزنج تايم؟ انسى القوانين، عملي بقى انا يهمني في ايه الرايزنج تايم اصلا؟ بياخدوا السيستم عشان يوصل 90% من الديزاير انبوت للمخرج. يهمني ايه برضو؟ سرعه استجابه، سرعه استجابه، سرعه ان السيستم يوصل لك للي انت عايزه. يعني كمان شويه هتلاقي الناس بتوع التكييفات يقول لك تكييف الفلاني يبرد لك يوصل لك للدرجه اللي انت عايزها في نص ثانيه او في نص دقيقه. اشمعنى نص دقيقه يعني؟ هو حسب الرايزنج تايم بتاعته ان هو هيرفع زي مثلا درجه حراره مصر مثلا في الصيف بتتراوح ما بين حوالي اباوت 40 درجه، صح كده؟ والناس دايما عايزه ان درجه الحراره لما تقعد في التكييفات توصل لدرجه حراره كام؟ 20 درجه. فعملوا تيست على التكييف بتاعه ان هو ازاي يحول، هياخد وقت قد ايه يحول ال 40 درجه لمين؟ ل 20 درجه. خدت وقت قد ايه الحته دي؟ فدي بنسميها الرايزنج تايم، اللي هو في النظر يوصل يطلع من اول 10% لحد 90%. ولو طالما وصلت 90% يبقى انت مين؟ يبقى انت قربت. فانت هل انت رفعت مره واحده ولا السيستم بتاعك، يعني زي مثلا سيستم بالشكل ده كده وسيستم تاني كان بالشكل ده كده، انهي واحد احسن فيهم؟ ده؟ لا انا بقول ده، رغم ان ده في اوفر شوت وفي اوسيليتور فلو بس اسرع من ده بكتير جدا، ده بطيء قوي، استجابة بتاعته بطيئة جدا. وصل كده؟ انما ده سريع جدا. تخيل نفسك في عربية والناس راحت واحد مثلا سيك كان هيحصل اي حادثة وضغطت على الفرامل فجأة، هل العربية اتكلبشت على طول مجرد ما ضغطت ولا خدت وقت وبعد كده كلبشت؟ فاهمين قصدي؟ تديت امر ان انت مين؟ مجرد ما ضغطت على الفرامل ايه اللي حصل؟ ده بتدي اوامر لمين؟ ان الزيت يتحرك فيكلبش العجل ورا فالاي بي اس يشتغل، فكل ده اشارات سيجنال قاعده بتتحرك. تخيل لو حاجه من الاشارات دي كان لها ديلي بطيئه ان هي تدي الريسبونس للي وراها عشان العجل يتكلب، ايه اللي يحصل؟ وصلت؟ فده لازم سرعه ريسبونس. لما تيجي تشتري اي حاجه تلاقي يقول لك والله السنسور ده مثلا الريسبونس بتاعه بطيء، سيستم يقول لك الريسبونس بتاعه سريع. يعني مثلا هتلاحظوها قوي، انتوا مثلا اكيد بتتعاملوا مع الترمومترات، صح؟ تلاقي ترمومتر غالي وترمومتر رخيص قوي والاثنين ديجيتال عادي خالص. طب ايه الفرق؟ يقول لك اصل ده سريع في القرايه. طب والتاني يقول لك لا، عشان تقيس درجه حرارته اقعد شويه جنبه لحد ما يصفر، صح؟ فانت قاعد مستنيه لحد ما يصفر، والراجل ده بيصفر بعد قد ايه؟ سيت ليه قاعد دقيقه كامله اصلا عشان يصفر. وصل التناسق ايه؟ تخيل الدقيقه دي لو انت بتقيس درجه حراره حاجات تفاعلات، قاعد دقيقه كامله تستنى درجه الحراره اصلا عشان تتقاس مظبوط. لان هو قال لك مين؟ ما تاخدش القرايه بتاعته غير لما مين؟
لما يصفر. يعني معناها ان القرايه اللي قبل التصفير ده اصلا مين بايظه، لان الريسبونس بتاعه بطيء قوي. فهو يقول لك ان انا خلاص قست درجه حراره لما صفرنا، فالراجل بطيء قوي عشان يحس الدرجه الحراره الاصليه كام بالظبط عشان تعرف تاخد القرايه. ده تلاقي التاني الغالي مجرد على طول يقيس لك في ثانيه، صح كده؟ ليه؟ لان الكومبوننت بتاعته الريسبونس بتاعها سريع جدا. يعني لو حصل تغير في درجه الحراره بتاع المكان ده، ترمومتر اللي هو الغالي ده هتلاقيه قاعد بيغير في درجه الحراره، انما التاني مثبت درجه الحراره اللي قاسها فيكسد كده، ودرجه الحراره اتغيرت ما يغيرهالهاش. امال يغيرها امتى؟ بعد مرور الدقيقه بتاعته اصلا. فتخيل لو درجه الحراره اتغيرت فجاه ورجعت تاني، هو مش هيحس ان اصلا درجه الحراره اتغيرت. فاهمين قصدي راسه دي؟ تمام. فكل ده بيلعب في الحته بتاع دي، والحته دي هي الشغل كله، لان ده هو الدايناميك سيستم، هو اللي فيه كل التغيرات. سيستم ريسبونس بتاعه سريع ولا بطيء، في اوفر شوت ولا مفيش، الريبل اللي موجوده هنا او الاوسيليتور اللي موجوده هنا قويه ولا صغيره. انما بعد ما بيستقر بقت الامور ايزي خالص، بقى ستاتيك، صح؟ بقى ثابت خلاص، ما عادش فيه دايناميك، مفيش حاجات بتتغير مع الزمن، فثبت مع الزمن. فالستاتيك ده هو ستاتيك مع الزمن، يعني ثبت مع الزمن، وده في حاله مين؟ استقراره بقى خلاص مفيش اي مشكله. انما الدايناميك بتاعك هو مين؟ بدايه طلوع السيستم نفسه. وصلت ولا ما وصلتش؟ تمام. فهي ده الشغل اللي بقى. فدايما كل شغل الكنترولر بيبقى على الحته بتاع مين؟ الستاتيك. وصلت؟ تمام. اللي هو لو مثلا تكييف، فانت بتوصل درجه الحراره من 20 او من 40 ل 20. طب هو هيوصلها لك في وقت قد ايه؟ طب لما وصلها المفروض التكييف بيفصل اكيد، ما بيشتغلش على طول، صح؟ مش بيفصل ولا ما بيفصلش؟ الكمبروسر تلاقيه فصل على طول، صح؟ لحد ما درجه الحراره تبدا تزيد عن 20. هم بتوع التكييفات اكيد مش هيخلي لك ان درجه الحراره مجرد ما تتغير عن 20 بقت 21 تلاقي التكييف اشتغل، لا اكيد ما بيعملهاش كده. اصل لو عملها كده هيخرب بيوتنا احنا. ليه؟ لان هتلاقي التكييف على طول شغال لانفينيتي، وبالتالي فبيستهلك كهرباء انفينيتي طول ما انت مشغله. طب يعمل ايه؟ يقول لك لما درجه الحراره الناس تبدا تحس ان هو بقى حر، التكييف يرجع يشتغل تاني. فبيسيب سي وليكن رينج من 5 ل 8 درجات او ل 10 درجات، فيقول لك والله لو هو ظبط التكييف على انه عايز درجه الحراره 20، فانا التكييف هيشتغل من البدايه ويوصلها ل 20. اول ما يوصل ل 20 كومبرسور يروح فاصل. طب الكمبروسر يرجع تاني يشتغل امتى؟ اكيد مش مجرد ما يبقى 20 او بوينت كذا 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 واحد مثلا، يعني مش اول، يعني لو درجه الحراره زادت ل 20 بوينت كده التكييف مش هيشتغل اكيد، يعني صح كده؟ هو اللي وصلها كام؟ سي وليكن 25. طب لما بقى 25 التكييف لما يجي يشتغل هيوصلها ل 20 في وقت قد ايه؟ فاهمين قصدي؟ لان الوقت ده بياخد كهرباء، بيستهلك كهرباء منك انت اصلا، تمام؟ لانه سي مثلا هياخد سي وليكن من هنا لهنا هياخدها في 10 دقائق، يبقى التكييف ده اشتغل 10 دقائق بس عشان يوصلك من 25 ل 20، تكييف تاني يشتغل لك دقيقه ويفصل، اللي هو وصلها لك وخلص خلاص رجع تاني. فمين؟ فبقى اصبح الكوست بتاعه اللي هو بيحمله عليك بقى اقل ما يمكن. وصلت؟ فكل اللعب في القصه دي. تمام؟ طبعا ده للتكييفات، انما لو حاجه مثلا زي الفرامل والقصه مين انت عايز مين؟ حاجات تجيب الريسبونس بتاع نفس القصه. لما تيجي تعمل اللاين فولو تلاقي الاي ار سنسور ممكن يبقى بطيء على حسب الكنترول اللي انت عامله. هل الريسبونس بتاعك ادالك ريسبونس على طول بسرعه، حس ان في اختلاف في اللون على طول وادالك الريسبونس للكنترولر عشان الكنترولر ياخد اكشن، ولا الريسبونس ما حسش بيها غير بعد فتره معينه؟ وصلت؟ ايه؟ ليه في الاول بيوصلها 20 وما بيوصلهاش 25؟ ما عشان انت اللي عايز 20 بتقول له انا عايز 20. هو ليه بقى كده لما بيجيب ما بيوصلهاش؟ يعني هو مثلا لو هو بيبدا يشتغل مثلا، يعني احنا بنشتغل لحد ما يوصل 20. ماشي. طب ما هو الشهر اللي مثلا في المده ده ممكن تكون وصل مثلا 23 دلوقتي. ليه بيفضل شغال ما بيقفش؟ تاني. هو بيقل، بس انا بقول لك 40 هو بيقل لحد ما يوصل 20. ماشي. ففي فتره هيوصل فيها ان الريسبونس بتاعه 23. ماشي. هو ليه بيفضل شغال؟ ما عشان يوصل لل 20 اللي انا عايزها. يعني هو نازل حاجه هو ضرب حاجه ثانيه؟ ايوه. هو درجه الحراره سي مثلا في بدايه اليوم، انا جيت اشغل التكييف لسه اول مره اشغله في الاوضه، صح كده؟ فدرجه الحراره بتاع الاوضه واخده درجه حراره الجو، ودرجه حراره الجو سي وليكن 40،
وانا لسه هبدا اشغل التكييف اهو صح. يبقى التكييف في البدايه خالص هيوصل من 40 لكام؟ ل 20. طب بعد ما يوصل ل 20 التكييف هيروح فاصل صح كده؟ طب وبعدين المفروض لما درجه الحراره تزيد هو يرجع تاني يوصلها لكام؟ ل 20. اكيد مش هيسيبها لحد ما توصل ل 40 تاني، فبيسيبها فتره بحيث ان انت كيوزر ما تحسش ان في فرق كبير. يعني اصل لو سابها لحد ما انت تحس ان الجو حرر ما انت جايب تكييف ليه اصلا؟ وصلت؟ فيسيبها مثلا وليكن رينج 5، فانت درجة حرارة 20 من 25 احنا كيوزر كبني ادمين مش هنحس ان في فرق. انما لو زادت عن 25 هبدا احس ان الجو بقى حر. وصلت؟ فهو بيظبطها بالحته دي بحيث ان اليوزر اللي هو مشغل التكييف ما يحسش في وقت ان الجو بقى حر. قبل ما يحس ان الجو حرر التكييف يروح شغال. فبيظبط فرق الدرجات بتاعتك، ان درجه 20 وسي مثلا 5 درجات ده ممكن نخليها 5 درجات، ان هو اول ما يرجع تاني درجه الحراره تزيد لحد ما يوصل ل 25 شغل له التكييف تاني. انما ما كانش ينفع ان هو وصل 20 ولما تبقى 20 ونص يشغل له التكييف. هو صح بس هيخرب بيوتنا احنا. هو عايز يحافظ على ان درجه الحراره تفضل على طول 20 بانفينيتي، لا تزيد ولا تقل. لا تزيد 20 ونص ولا حتى 20 واحد من عشرة. بس معناها كده مين؟ ان الكمبروسر بتاع التكييف هيفضل مين؟ هيفضل شغال. صح كده؟ صح ولا غلط؟ وده لازم هيفضل شغال. ليه؟ حتى لو انت قافل الاوضه بتاعتك وانت اللي قاعد. لان الاماكن اللي انت عاملها اكيد بتتاثر بدرجه الحراره اللي بره. يعني الجدار ده بيحول حاجات بقى السيرمو بقى لدرجه الحراره بره اصلا 40 درجه وجوه كام؟ 20. فاكيد في انتقال حراره اصلا في الجدار اصلا ال 40 دي بتخش عليك كمان. وصل كده؟ فالتكييف يفضل شغال. في تسريبات ما بين الازاز وقصه من دي، ما اكيد انت مش عامل مين غرفه مقفوله اصلا ومقفوله فاصل الحراره عنها اصلا كنقل الحراره اللي هو السيرمو، لان انت قاعد في مكان عادي خالص. وصل كده؟ ما انتش عامل عزل حراري للناس اللي بره. انما لو عملت عزل حراري للناس اللي بره فهو مجرد ما وصل لك 20 انت عامل كده كده عزل حراري. بس مفيش حد بيعمل عزل حراري يعني. وصلت؟ فاهمين قصدي؟ فكل سيستم على حسب هو عايز يعمل ايه. يبقى ده كده اللي هو شغل مين؟ الاون اوف كنترولر واللي هو الفرق بتاع السيستم. المره الجايه بقى هنبدا نشتغل على البي كنترولر ونشوف يعني ايه بي اي دي كنترولر وايه البي كنترولر وايه الاي كنترولر، ونعيش بقى في البي ونعيش بقى في مشاكل الصناعه. حد عنده اي مشكله؟ المحاضرة دي مش عايز منها غير بس ان انت تفهم يعني ايه كنترولر بس، وبعد كده احنا هنبدأ نعمل الكنترولر. غير كده مش محتاج اي حاجة، هي كانت بس ريفرش مش اكتر ولا اقل. حد عنده اي حاجة؟ نشوفكم بقى المرة الجاية على خير.